تشرفنا اليوم بزيارة مدينتنا العزيزة ومحافظتنا الكريمة محافظة ميسان، محافظة المجاهدين والأبطال، محافظة من سطروا ملاحم الدفاع عن العراق العظيم بوجه الطاغية المجرم بالحقبة السوداء صدام المجرم وعصابته. تشرفنا اليوم بهذه المدينة والتقينا بالسادة قادة المدينة المحليين سيد المحافظ، تحدثنا بصراحة تامة وكشفنا كل المعوقات والأمور المتعلقة بهذه المحافظة فيما يتعلق بقطاعي شباب الرياضة. ملعب ميسان كان صاحب يعني الحظ الأوفر بالحديث، ملعب ميسان الآن على أبواب إعادة تأهيل شاملة لكل مرفقات هذا الملعب، وأيضا ليس الملعب وحده وإنما الملاعب التدريب وكذلك البناية الفندقية التابعة للملعب، كل هذه سيتم إعادة تأهيلها بشكل كامل، وتم رصد المبلغ المناسب لهذا الأمر، وحظيت هذه الخطة بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، والبارحة وصلت هذه الموافقة إدراج هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، وكذلك بعض المشاريع المتلكية والمتوقفة تحدثنا عنها بصراحة أمام القادة المحليين في شقيهم التنفيذي والتشريعي. عرضت السلطة المحلية فكرة المدينة الرياضية الشبابية، لا شك لا نتوانى ولا نتأخر في الاستجابة لهذا الطلب ما دام هناك موافقات خاصة، لأن حسب ما هو مدون في قانون الموازنة الاتحادية أنه لا يحق للوزارات المنقولة الصلاحية إدراج أي مشروع داخل المحافظات إلا إذا كان مشروعاً استراتيجياً وبموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء. ما دام السلطة المحلية طلبت من وزارة الشباب والرياضة ذلك ووزارة الشباب والرياضة لا تمانع، فإذا نحن أمام موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، وأظنه أيضاً لا يمانع بل سيسارع إن شاء الله في إدراج هذا المشروع. الشباب هم الشريحة، يعني أهم شريحة بالمجتمع.